النهارده يا جماعه هنتكلم عن لاب 2، وفي لاب 2 دوت هنشرح اتنين توبيك. اول واحد اللي هو ديفاين ذا فانكشن اوف اتش كي اوف اتش كيز جروب، اللي هو كل مجموعه في ده يعني في الام سي يو. الام سي يو دي اللي هي ماشين كنترول يونت. الماشين كنترول يونت دي اللي هي الجزء بتاع الوحده المفاتيح اللي بتقدر تتحكم بيها في المكنه كلها، يعني هي دي الوحده المفاتيح اللي انا بقدر اتحكم فيها في اي حاجه عايز اعملها في المكنه. وهنشرح كل مفتاح فيها وكل مفتاح بيعمل ايه في المكنه عندي. تاني توبيك اللي هو رايت ذا ستيبس تو يوز ذا جوب موشن ان ديفرنت اكسس، ان هو ازاي احرك المحور بتاعتي عن طريق وضع جوب. يبقى ده كده اول توبيك بتاعي اللي هو ان انا اقدر اتعرف على كل المفاتيح بتاعتي هنا وكل كل مفتاح وظيفته ايه. تاني حاجه ان انا اقدر اتحرك في الاكسس اللي هي اكس واي وزد ومحور ايه عن طريق وضع جوب. نبتدي هنا في اول واحد اللي هو ديفاين ذا فانكشن اوف اتش كيز جروب اوف ذا ماشين كنترول. هنيجي هنا اول زرار هنلاقينا ناحيه الشمال اللي هو الزرار بتاع الامرجنسي كي، وده احنا كنا شرحناه قبل كده ان انا لو دوست عليه بيفصل الكهرباء عن كل الاجزاء الميكانيكيه اللي في المكان، يعني كل المحاور السبندل الاكسس كل الحاجات دي ما بقدرش اتحكم فيها عن طريق الكنترولر. الكنترولر بيبقى شغال معايا كل حاجه بس مش بقدر اتحكم بيه في المكنه بتاعتي. طب هل جهاز الكمبيوتر بيتفق او الكنترولر ده بيتفق؟ لا مش بيتفق، هو بس مجرد ان هو بيديني هنا الارم ان الامرجنسي كي اوف. يبقى انا دلوقتي لو عملت كده هلاقي الامرجنسي كي اوف، امرجنسي اوف عشان الغيه هروح دايس ريسيت الاول بلف في الزرار ده كده وادوس ريسيت. هلاقي ايه؟ ان هو جاب لي رساله ثانيه سويتش ذا اكزيلري درايف، ان لازم تشغل الموتور الرئيسي بتاع ايه؟ المكنه اهو. كده يبقى انا شغلت الموتور الرئيسي بتاع المكنه وكده المكنه جاهزه معايا ان انا اشتغل بيها مفيش اي مشكله. تاني زرار جنب هنا الزرار ده بتاع ايه؟ بتاع التحكم في النسبه المئويه للسبندل، يعني انا دلوقتي عايز احرك السبندل ليه هو سرعه معينه ديفولت. لو انا مديله سرعه عن طريق البرنامج، يعني مثلا عندي برنامج اهو مثلا انا مديله مثلا سرعه معينه ايا كان مثلا 2000، يعني مثلا مديله هنا اس 1500. يبقى انا المفروض لو انا شغلت البرنامج ده هقول السبندل يلف ب 1500 ار بي ام. هنا هنلاقي ان سرعه السبندل مكتوب هنا 100%. لو حركت ديت كده اهو البكره دي لو لففتها الناحيه دي هلاقي ان السرعه بتاعتي بتزيد ل 120. طب هل هي ممكن تزيد على 120؟ لا، اقصى حاجه ممكن ازودها في عن السرعه 1500 ديت 120%. يبقى هي مش بقى بقتش 120 ار بي ام، لا بقت 120% من ال 1500 دي. طب لو انا قللت اهو، لو انا لفيت كده كاونتر كلوك وايز هلاقي ان هي بتقل معايا لحد كام؟ لحد 50%. يبقى انا اقل حاجه ممكن اوصلها 50% من ال 1500 دي ايا كان بقى السرعه اللي مديها لي. طب لو انا مشغل على الديفولت بتاع المكنه برضه هيجيب لي 50% من الديفولت بتاع اللي هو السرعه اللي انا شغال بيها دلوقتي. ولو خليت عامل في يبقى هو تمشي بالسرعه اللي هو اللي كاتبها له في البرنامج او بالسرعه الديفولت بتاع المكنه. والسرعه الديفولت بتاع المكنه غالبا بتبقى 150 ار بي ام يعني. بعد كده الزرارين اللي تحت الزرار بتاع الامرجنسي اوف دوت اللي هو الستارت سايكل والسايكل ستارت والسايكل ستوب. سايكل ستارت دوت ان انا لو في برنامج عم شغله، في برنامج معين عايز اعمله او انا كاتبه زي البرنامج ده كده اللي قدامي وعايز اشغله بدوس ستارت سايكل. طب لو عايز اوقف البرنامج اثناء التشغيل عشان عايز اعمل حاجه معينه بدوس سايكل ستوب. يبقى الزرارين دول بتاع تشغيل وايقاف اي برنامج انا كاتبه. تحت الزرار بتاع السبيد دوت هلاقي اللي هو تشغيل وايقاف السبندل برضه، يعني الزرار الاخضر ده بتاع تشغيل السبندل. يعني لو جيت هنا، لو جيت هنا كده على السبندل ودوزت ستارت هلاقي السبندل معايا بيلف بسرعه الديفولت بتاعت ايه؟ المكنه اللي هي كام؟ اللي هي 150 ار بي ام. طب لو انا دوست ستوب اهو هلاقي ان انا السبندل واقف معايا بالطريقه دي. لو عايز اشغله تاني اهو يبقى كده السبندل شغال. لو عايز اوقفه ادوس ستوب. تمام كده؟ الزرار اللي بعديه اللي هو زرار ريسيت. زرار ريسيت دوت لو انا عندي اي الارم هنا وعايز الغيه، لو عندي اي مشكله حصلت وعايز اعمل لها ريسيت، يعني ريسيت دوت ان انا بعمل بيه ريسيت لاي مشكله عندي بتحصل. بعد كده هيجي لي مجموعه زراير. دي الزراير بتاعت الاوضاع اللي عندي في المكنه. ولو احنا بصينا هنا على البي دي اف اللي عندنا هنلاقي هنا ان مجموعه الاوضاع دي كلها موجوده في بكره ده على الكنترول القديم.
الكنترول القديم اللي هنلاقيه في المكنة القديم هنلاقي ان الاوضاع دي كلها موجودة على بكرة بالطريقة دي. طبعا عشان البكرة دي ممكن تموت او يحصل لها اي مشكلة فهو هنا استعوض عنها بمجموعة زراير فيها نفس الاوضاع اللي كانت موجودة فين في الـ في الـ في البكرة دي برضه. فاحنا هنا اول وضع عندنا اللي هو وضع جوج. وضع جوج دوت من الاوضاع المهمة جدا وهنلاقيه هو مكتوب حتى عليه وضع جوج اللي هو منور بالازرق ده. وضع جوج دوت من الاوضاع المهمة جدا وده عن طريقه ان انا بقدر ان انا احرك المحاور في الاكس والواي او الزد او اي او حتى محور اللي هو الاي اللي هو المحور الدوراني. ممكن ان انا ادور بالسبندل على سرعه الديفولت بتاعه المكنه وهكذا. فانا ممكن اعمل هنا قدامكم تجربه ان انا كده ممكن لو انا مثلا عايز اشغل احرك المحور مثلا عندي انا دلوقتي واقف على وضع جوك عايز احرك المحور مثلا في وضع اكس اهو الاول ممكن اقلل السرعه شويه اهو اتحرك كده اتجاه اكس اهو اتجاه اكس سالب بعد كده اتجاه واي موجب اتجاه واي سالب بعد كده اتجاه زد موجب اتجاه زد سالب بعد كده لو بصينا على المحور الدوراني اللي هو المحور A برضو اهو ممكن لان انا برضو اشوف اتجاه A ماينس واتجاه A بوزيتيف وهكذا. دي كده بالنسبه لوضع جو. طب لو انا احنا قلنا برضو ان انا ممكن اخليه يلف عن طريق اخلي برضو السبندل يلف اخليه يلف ازاي زي ما وريته دلوقتي عن طريق الزرار بتاع السبندل ستارت وستوب اهو لو دوست على السبندل ستارت هيشغل لي السبندل عن طريق اللي هي السبندل ستارت ودي بيلففه لي ب 150 ار بي ام بالطريقه دي. ده كده بالنسبه لوضع الجوب. طبعا هنوقف هنا السبندل اهو تمام كده. تاني وضع بالنسبه لي اللي هو بتاع ريبوزيشن دوت وضع ريبوزيشن دوت ان انا لو عايز مثلا انا دلوقتي عندي الجزء بتاع موجود عليه العدد دي كلها هنا اهو اللي هي الامبريلا ديت او اللي هو التول مجازين اللي بيركب عليه كل العدد ديت مثلا انا لو مثلا مركب العدد رقم واحد وجيت عايز اجيب العدد رقم اثنين ورحت مركبها في العدد رقم واحد مثلا فهلاقي ان العدد ديت اماكنها اتلخبطت بس هو في ذاكره المكنه عارفه كل عده اصلا مكانها الاساسي فين. فعن طريق البوزيشن ديت ان انا بقول له يرتب كل العدد لو هي متلخبطه يرتبها كلها زي ما كانت يعني يجيب العدد رقم واحد في الجيب رقم واحد العدد رقم اثنين في الجيب رقم اثنين العدد رقم ثلاثه في الجيب رقم ثلاثه وهكذا. فهو دلوقتي يعني دول هم دلوقتي مترتبين ما عدا بس العدد رقم واحد ديت في الجيب رقم اثنين وهكذا يعني. نيجي بعد كده وضع الريفرنس. وضع الريفرنس ده يا جماعه اللي انا عن طريقه ان انا بجيب الريفرنس بتاع المكنه. بعد كده يا جماعه وضع ايديت. وضع ايديت زي ما احنا شفنا هنا هو غير لي شكل الكنترولر هنا ليه عشان وضع ايديت اللي انا بقدر بيه اكتب برنامج عندي يعني الوضع ايديت هو الوضع اللي انا بقدر اكتب بيه اي برنامج عشان لو انا عايز مثلا اكتب برنامج جديد او اعدل في برنامج موجود عندي او اضيف برنامج او امسح برنامج او اي حاجه يبقى وضع ايديت دوت اللي انا عن طريقه بكتب برامج جديده او بضيف برامج او بعدل برنامج عندي وهكذا. يبقى الوضع الايديت ده هو المسؤول عن اي حاجه خاصه بكتابه البرامج او تعديلها. بعد كده مجموعه الاوامر دي اللي هو فار او فاريبل يعني وواحد وعشرة ومية كل دول لازم يكونوا شغالين على وضع الجوج. طب دول وظيفتهم ايه؟ ان انا دلوقتي يعني انا لو جيت هنا انا كنت جايب وضع الايديت اهو تمام؟ هلاقي اللي وضع الايديت هو منور. لو جيت مثلا وضع اللي هو مكتوب عليه 10 ده هلاقي ان هو الوضع الجوك هو اللي نور ومعاه وضع 10 نفس الكلام في الوضع بتاع ال 100 نفس الكلام بتاع الوضع بتاع 1 نفس الكلام الوضع بتاع الفاريبل ده. طب ايه الاربع زرارات دول بتوع ايه؟ دلوقتي انا قلت في وضع الجوك ده انا اقدر احرك المحاور زي ما انا عايز لو دوست مثلا اكس موجب او اكس سالب او واي موجب او واي سالب او زد موجب او زد سالب او اي موجب او اي سالب. طب انا عايز احركه مسافه معينه عايز احركه مثلا 1 مللي او نص مللي او 1/10 من المللي او 1/2 من المللي وهكذا. اقدر احركهم عن طريق اللي هي الانكريمنتس دي. الانكريمنتس ديت اللي هو 1 و10 و100 دي ان انا بقول له مثلا اتحرك لو دوست على اتجاه اكس ماشي هيتحرك 10 مايكرون بس. 10 مايكرون ولا 10 مللي؟ لا 10 مايكرون ودي 100 مايكرون
يعني 100 ميكرون يعني ايه؟ يعني 1/10 من الملي. يعني لو عايز اتحرك ملي بالزرار عن طريق اللي هي اللي انا جايب جوب وعلى وضع انكريمنت دوت بدوس على الزرار ده 10 مرات. يعني لو بصيت هنا على الاساسيات دي هلاقي ايه؟ لو دوست على الاكس دلوقتي انا جايب على وضع اللي هو ال 100 تمام. لو بصيت على الاكس هنا هلاقي ان ال 848 دي بقت 948 اهو. هدوس اكس بلس اهو بقت 948. بعد كده بقت 33.084. طب مثلا عايز اخليه يتحرك 10 مايكرون بس، يعني تبقى بدل 48 تبقى 58 اهي. هجيب على الانكريمنت 10 اكس بلس 58 59 68 وهكذا. طب عايز احرك 1 مايكرون بس، يعني واحد انكريمنت اللي هو 1 مايكرون، تبقى 78 اهي، هتبقى 79 80 81 وهكذا. طب دي انا بستخدمها في ايه؟ بستخدمها لو انا كنت مثلا عايز امس بالعده بتاعتي الشغله، بس عايز لما اقرب منها قوي اقرب منها بالمايكرونز، فبقرب مثلا الاول بميات، ولما الاقي نفسي ان انا قربت قوي بقرب بالعشرات، بعد كده بقرب بالواحد مايكرون عشان تديني دقه متناهيه في المماس ده، يبقى هي بتمس بدقه 1 مايكرون. يبقى احنا عرفنا دلوقتي بتاع ايه الزرار بتاع الانكريمنت دي. بعد كده الزرار بتاع الام دي اي. زرار ام دي اي ده يا جماعه بعمل بيه ايه؟ ان انا دلوقتي ليه وظائف مشابهه لوظائف جوب. طب ايه الوظائف دي؟ ان انا مثلا احنا قلنا ان انا اقدر احرك المحاور عن طريق جوب. طب انا برضه ممكن احرك المحاور عن طريق ام دي اي، بس انا في ام دي اي ده ان انا بكتب له، بس انا لما باجي احرك المحاور بالجوب بدوس اكس وواي وزد موجب وسالب، بس هو بيتحرك عشوائي، يعني بيتحرك بقيمه انا مش عارف قد ايه. او ان انا ممكن اجيبها عن طريق 1 2 3 وهكذا. نفترض ان انا عايز اقول له يروح لبوزيشن معين في الاكس او بوزيشن معين في الواي او بوزيشن معين في الزد، بقدر ان انا اكتبه له هنا في البرنامج ده واحرك واقول له يروح مثلا في الاكس كذا وواي كذا وزد كذا. طب هل لي وظيفه ثانيه؟ اه انا ممكن اغير بيه عده، يعني مثلا عندي عد التول رقم 1 هي اللي راكبه هنا على المكنه. يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب عده رقم 3 مثلا كتير 3 انتر، بعد كده بقيت اخترت ايه؟ 3 ام 6. ام 6 دي الكود بتاع استدعاء العده، يبقى ما ينفعش اكتب تي 3 واسكت، لا لازم اكتب تي 3 ام 6 وادوس ستارت سايكل او سايكل ستارت. اجي هنا خلينا انا جبت العده رقم 3 مباشره اهو، ماشي كده؟ هو راح رايح جاب لي العده رقم 3 مباشره، يعني انا كنت على 1 راح جاب لي العده رقم 3. طبعا هذا جوب. انا ممكن بقى طبعا اجيب عده رقم 4 5 6 7 ايا كان العده اللي انا عايزها مباشره عند وضع ام دي اي، اكتب رقم العده ويروح يجيبها مباشره. طب على وضع جوب لا، هو بيجيب العده اللي وراها مباشره. فهنشوف ازاي نعرف نجيبها عن طريق وضع جوب لما نيجي المفتاح ده. يبقى عن طريق وضع ام دي اي اقدر ان انا اكتب له اختار العده اللي انا عايزها. دلوقتي بقى انا هرجع العده رقم 1 تاني تي 1 انتر اهو ريستارت. كده انا جبت عد رقم 1 مفيش اي مشكله اهو بالنسبه لي. عايز بعد كده بقى اقول له الفف العده ديت بسرعه دوران مثلا 2000 ار بي ام. هعملها ازاي ديت؟ هكتب له هنا الاول انا لما كنت باجي على جوب واشغل السبندل اللي هو الزرار ستارت سبندل دوت سبندل ستارت كان بيلف بالسرعه الديفولت بتاع المكنه. لا انا عايز اقول له بقى يلف لي بسرعه معينه 2000 ار بي ام 3000 ار بي ام 1500 ار بي ام ايا كان. هعملها ازاي؟ بنزل هنا كده واكتب له جي 97 انسر اس 2000 انسر ام 3 انسر. ايه بقى كل ده كانت ديت؟ دلوقتي انا قلت له يكتب لي جي 97 دي اللي هي معناها ان انا بقول له ان انا عايز الف السبند بسرعه 2000 اس 2000 ديت بالار بي ام. الجي 97 دي معناها ان انا بقول له اليونت بتاعت ال 2000 دي ار بي ام،
وإلا هو يقول لي 2000 إيه؟ أنت عايز نفاسة 2000 إيه؟ إيه اليونت بتاعتها؟ فبقول له اليونت بتاعتها الفين دي اللي هي أرضي إم، وإم 3 اللي أنا بقول له لف مع عقارب الساعة. ليه؟ عشان اتجاه الحد القدر بتاعي هنا مع عقارب الساعة، إم 3 ليه؟ عشان معاك مع عقارب الساعة. وأدوس ستارت سايكل أهو، هلاقي إن هو إيه؟ شغال لي الاسبندل بسرعه 2000 ار بي ام، مش زي في الاول في الباور جو كان بيلففان بسرعه الفول وهكذا. طب انا عايز اقول له مثلا لففان ب 1000 ار بي ام بس، هعمل ايه؟ هدوس ريسيت هنا الاول، لازم اوقف الاول البرنامج، بعد كده انزل وهنا اكتب اس 1000 انتر، انا بغيرها هنا مثلا كيلو جي 97 اس 1000 ام 3 وادوس ستارت اهو، لففها لي برضه بسرعه بس اقل شويه اللي هي 1000 ار بي ام. اعرف ان 1000 هو بيكتب هنا اهوت السرعه الدورانيه اللي هي موجوده حاليا عندي اللي انا بلفه بيها اهو. ولو خدنا بالنا هنا لما انا زودت السرعه بالطريقه دي ل 120% بقت 1200. ليه؟ عشان كنت مديله 1000، لما لففت هنا لما خليت 120% بقت 1200. طب نفترض ان انا قللتها خليتها 50% اهو، بقت وصلت ل 500. السرعه الدورانيه هنا لقيتها عندي قلت، بقت وصلت ل 500. لو كبرت، لو زودت هنا هلاقيها وصلت ل 1000، لو زودت كمان ل 1200 اللي هي 120%. واقصى حاجه عندي 120% واقل حاجه ايه؟ 50%. فارجع راجعها تاني على 100% وادوس زد زي كده ايه؟ وقفت السبند بتاعي. يبقى انا كده قلت الفرق ما بين الام دي اي والجوب في تغيير العده، ان انا في الجوب بيجي لي عده لوراها مباشره، انما في الام دي اي بختار العده اللي انا عايزها في البرج بتاع العده او في الكيلو ماجازين مباشره. بختار مثلا عايز مثلا انا بعد رقم 1 عايز اجيب العده رقم 10 بروح اجيب العده رقم 10، عايز اجيب العده رقم 5 بروح اجيب العده رقم 5. انما لو انا عايز العده رقم 10 بورا جوب لازم ادوس على الزرار بتاع تغيير العده ده 10 مرات بعد ما كل مره اغير العده هكذا، بس ده وقت كتير بالنسبه لي. انما لو انا عايز اغير العده اللي بعدها مباشره اسرع لي ان انا اروح ادوس على الزرار بتاع تغيير العده هيروح مغيرها لي مباشره من اول مره. تاني حاجه ان انا لو عايز احرك المحاول في وضع جوب بدوس اكس واي وزد، بس دي حركه عشوائيه مش بقدر اقول له اتحرك بمسافه قد ايه، غير مثلا عن طريق الانكريمنتري. انما في ام دي اي انا بقول له روح في اكس واي وزد بكون معينه، بقول له مثلا يمشي لحد اكس في اتجاه اكس لحد مثلا 100، بعد كده يمشي اتجاه واي لحد 50، واتجاه زد لحد مثلا 40 وهكذا. ده في ام دي اي. انما في الجوب بدوس على الاكس، ولا الحساسيه بتاعت السرعه المسافه اللي انا خدتها تحسسيه دوستي على الزرار بتاع المحاور او عن طريق اللي هو الانكريمنت ده. تالت حاجة قلنا سرعة الدوران، لو عرضة جوب بيحرك لي بسرعة الديفولت بتاعت اللي هي 150 ار بي ام، على عرضة ام دي اي بيحركها بالسرعة اللي انا اكتبها له هنا في البرنامج اللي هو السريع ده. طب ايه الفرق بين ام دي اي والبرنامج العادي اللي انا بكتبه مثلا زي في ايديت هنا كده؟ لا، ام دي اي دوت برنامج سريع، يعني هو مجرد ان انا بكتبه اكتب فيه امر معين اخلصه خلاص، هو مش ايه؟ مش بقدر اكتب فيه برنامج كامل يعني، انا بس بكتب له فيه امر معين، عايز مثلا احرك المحاور لمكان معين، عايز اغير العده، عايز مثلا اشغل السبند بسرعه معينه وهكذا. ده الهدف من وراء ام دي اي. يعني هو برضه يا جماعه من ضمن هو المانيوال ام دي اي ديت اللي اختصار كده مانيوال ديتا انبوت، يعني هو المفروض ان البرنامج ده برنامج طاير مش بيتخزن على الذاكره بتاعت المكنه، يعني لو قفلت المكنه مثلا وعملت ريسيت ليها وكده هيطير معايا عندي. انما البرامج العاديه اللي موجوده في وضع ايديت بيبقى ليها اسماء وليها محفوظ على الذاكره بتاعت المكنه وهكذا يعني. انما البرامج اللي هي ديت لا، بيبقى برنامج عادي وممكن يطير مفيش مشكله فيه يعني. دي كده احنا عرفنا الفرق ما بين الوضع بتاع ام دي اي ووضع جوب. بعد كده عندي وضع اسمه اوتو. وضع اوتو يا جماعه ان انا بعد ما كتبت البرنامج على وضع ايديت، يعني كتبت البرنامج بتاعي على وضع ايديت مفيش مشكله، عايز بقى اشغله، هشغله على وضع ايه؟ على وضع اوتو ده. يبقى لما اجيب وضع اوتو يبقى في الحاله ديت عايز البرنامج بتاعي ابتدي خلاص ان انا هبتدي على وضع تشغيل، عملت كل حاجه، ظبطت المكنه وظبطت التولز وظبطت الورك بيس وظبطت كل حاجه.
يبقى دلوقتي عايز اجيب ايه وضع اوتو ده وادوس ستارت سايكل او سايكل ستارت هيبتدي شغال البرنامج اللي انا واقف عليه حاليا. لو جبت لو انا وضع اوتو دوت وادوس ستارت سايكل هيشغل لي ايه البرنامج اللي انا مختاره في القائمه بتاعه البرامج دي. ونفس الكلام ستارت سايكل ديت ان انا لو جبت برنامج على ام دي اي بيشغل البرنامج اللي انا واقف عليه ايه في ام دي اي دي. تمام كده. بعد كده وضع وورد اكس ده مش وضع عندي ده هو بس زرار بس بيعرفني ان المكنه متوصله بالكهرباء وهكذا يعني. بعد كده الوضع بتاع الدراير رايت دوت ده وضع زي بتقول ايه اون واوف كده. الاربع اوضاع دول عباره عن اوضاع اون واوف ان انا بشغلها او بلغيها. طب الدراير رايت دوت بيعمل لي ايه؟ ان انا دلوقتي لو خلاص انا خلاص شغلت البرنامج عندي كتبت البرنامج واختبرته وتمام زي الفل وعايز بقى ابتدي اشغل اخر خطوه قبل التشغيل هي عمليه الدراير رايت دي. الدراير رايت دي يا جماعه انا بختبر الشغله بختبر اللي هي الحركه بتاعت العده حوالين الشغله بتاعتي في الكنترول بتاعها بس على مسافه على ارتفاع عالي عن الشغله عشان اتاكد ان هي تمشي على المسافات اللي انا قايله عليها في الاكس في الاكس والواي مش هتروح مثلا تخبط في المنجله او في الفرش او الكلام ده كله. طب ايه ميزه وضع الدراير رايت دوت عن التشغيل العادي؟ في التشغيل العادي الفيد بيمشي بالجي 1 والجي 0. طبعا في حاجه اسمها جي 1 والجي 0. الجي 0 دي اللي هي السرعه بتاعه الديفولت بتاع المكنه. الجي 1 اللي هي الفيد اللي انا مديها له في البرنامج بتاعي. ففي الدراير ران هو بيلغي كل الجي 1 اللي انا مديها له دي. يعني هو بيمشي على طول بسرعه رابد مش بيمشي بسرعه بطيئه خالص. تاني حاجه انا مثلا مدي سرعه دوران السبندل 1500 هو مش بيخلي السبندل بيلف في الحاله دي. يعني هو مش بيخلي السبندل يلف هو بيمشي بيشغل البرنامج عادي جدا بس هو بيخلي السبندل يلف وبيخلي كل الفيدز اللي انا مديها مثلا مديله هنا فيد 500 ملي متر بالمنت. يبقى لا مش هيمشي بسرعه دي هيمشي بسرعه الديفولت بتاعت المكنه اللي هي بالجي 0 لحد ما الغي الدراير ران دي. يبقى دي كده اول حاجه الدراير ران. الدراير ران دي معناها تشغيل الجاف ان طبعا لو انا برضه مديله ان هو الكولنت يشتغل برضه الكولنت مش بيشتغل في المسافه في الحاله دي. تاني زرار اللي هو سنجل بلوك. سنجل بلوك دي يا جماعه بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ان انا مثلا لو انا عندي برنامج زي ده كده عايز اختبره فعايز اختبره سطر سطر بحيث ان انا اعرف لو مثلا عندي ايرور اعرف الايرور ده فين. فبالتالي لو دوست سنجل بلوك بيعمل لي الستارت بروجرام بس بيمشي بلوك بلوك لازم كل مره كل بعد كل سطر ادوس ستارت بروجرام. يعني انا سنجل بلوك ديت ان انا لازم بعد كل سطر بعد كل امر من الاوامر دي والسطر ده عباره عن امر بيدي امر يعمل حاجه معينه. فبعد كل سطر منهم ادوس ستارت تاني وهكذا. فبيمشي ستيب ستيب وانا اللي بقول له كل لازم اقول له كونفيرم كل مره ان يشتغل على الستيب اللي بعدها. يبقى ده كده ايه اللي هو ايه سنجل بلوك. بعد كده اوبشنال ستوب. اوبشنال ستوب دي يا جماعه لو انا يا جماعه دلوقتي وانا شغال لقيت ان في رش كتير عندي على الورك بيس بتاعتي وعايز اشيله ف لازم اعمل ايه؟ لازم انا وانا سامع وانا كاتب البرنامج وانا جوه البرنامج انا بكتب جواه ام 00 او ام 01. لو كتبت ام 00 هو يروح جاي عندها ويوقف البرنامج الزامي واروح جاي بعد كده افتح الباب كده مفيش مشكله وانضف الرايش بتاعي ويعمل كل اللي انا عايزه هنا على الورك بيس واقفل تاني ودوس ستارت بروجرام تاني هيكمل. طب ام 01 دي بتاعت ايه؟ نفترض مثلا ان انا مش عارف اذا كان هيبقى فيه رايش ولا مش هيبقى فيه رايش. انا هوقف ليه على الفاضي؟ لا انا ممكن اخلي اكتب له ام 01 ولو مفعل ان اوبشن ستوب دي هيقف لو مش مفعلها هيكأن الام 01 دي مش موجوده اصلا. يعني الام الفرق بين ام 00 وام 01 دي ان هو لو ام 00 لو كتبتها هو هيقف غصب عني مفيش اوبشن ان انا اقول له لا ما تقفش عند ام 00 دي لو انا مش محتاج اقف يعني. طب ام 01 لا انا ممكن انا اختار ساعتها بقى لو انا عايز اقف فعلا اشغل اوبشن ستوب. لو مش عايز اقف واكمل عادي عشان انا مش محتاج ان انا اقف الغي اوبشن ستوب دي كده هتلاقي ان هو ما شافش ام 01 وكمل البرنامج بتاعه عادي لحد ما وصل لنهايه البرنامج مفيش اي مشكله. بعد كده الزرار اللي بعده برده عباره عن اون اوف زيهم برده اسمه زرار بتاع سكيب. تمام كده؟ اللي هو الزرار ده برضه اون اوف لو دوست عليه بيطفي لو دوست عليه تاني بيشتغل. الزرار ده بتاع ايه؟ نفترض مثلا ان انا عندي مجموعه كؤوب انا عامل مجموعه كؤوب الكؤوب دي برضه هنزل بعد كده اعمل لها الوز داخلي.
طب انا برضو عملت البرنامج دوت وعايز بعد كده مره تانية ان انا مثلا عايز اعمل نفس التوب دي تاني بنفس البرنامج بس عايز الغي الغوز ده، هل اكتب البرنامج تاني من اول وجديد ولا هل ليها حل؟ لا ليها حل، بدل ما انا امسح الجزء بتاع البرمجه بتاع الغوز الداخلي دوت، لا انا بعمل جنبه سلاش اللي هي سلاش اللي موجوده في الكيبورد ديت، جنب بعمل جنبه كل السطور بتاعت اللي هي اللي انا بتاع الغوز، عملت السلاش اللي هي زي دي كده مثلا بكتب جنبها سلاش دي، وهي لو انا شغلت سكيب ده اي سطر هيلاقي جنبه عملت السلاش دي هيعتبر ان هو كانه مش موجود. يعني مثلا هاجي على السطور بتاعت الغوز وهعمل جنبها كلها علامه السلاش دي واشغل علامه السكيب ديت تمام، واشغل البرنامج عادي الاقي ان هو عامل البرنامج بتاعي عادي تمام كده من غير الغوز اللي انا عايز اعمله ده. طب نفترض ان انا لغيت علامه السكيب ديت، هلاقي ان هو السلاش دي موجوده عادي مش هشيلها مش هشيل السلاش، هلاقي ان هو ما شافش السكيب وما شافش السلاش واشتغل برده البرنامج على عمل التوب وبعد كده عمل الغوز عادي جدا. دي بستخدمها امتى؟ لو انا مثلا في برنامج عايز اعمل منه جزء والجزء الثاني مش عايز اعمله دلوقتي، في بعض الاحيان عايز اعمله بعض الاحيان الثانيه مش عايز اعمله، ده من زرار تاسكيب. يبقى الزرار بتاع دراي ران ودراي ران والسنج بلوك واوبشن ستوب وسكيب الاربعه دول زراير اون واوف، بقدر ان انا اقفلهم او اشغلهم. بعد كده عندي المجموعه ديت التسع زرارات دول، التسع زرارات دول بتوع التحريك المحاور اكس واي وزد واي، ادي اكس موجب وسالب، واي موجب وسالب، زد موجب وسالب، اي موجب واي سالب، دول اللي هم ايه بتاع خاصين محور الدوران. بعد كده طبعا الزرار بتاعت ديت موجود في منها زرار ليها خواص بس هي مش موجوده على المكنه، زي مثلا الزرار ده بتاع تشغيل السير، لو انا مثلا موصل في سير اكستنشن للمكنه بتوصل عشان يخرج الراجل من عليها يوديها اي مكان تاني، بس طبعا هو عشان هو مش موجود فهو مش متفعل. يعني لو الاكستنشن ده ركب على المكنه ممكن يبرمجه عن طريق ايه؟ الزرار ده، وهكذا. يعني في بعد كده الزرارين دول بتوع قفل وفتح المنجله او اللي هي الفايس نيوماتيك اللي هو عن طريق الهواء، يعني لو جينا جربنا كده اهو دلوقتي انا الشغله بتاعتي انا ماسكها بالطريقه دي اهو، لو جيت فتحت الزرار ده كده اهو هلاقي ان انا اقدر اشيل الشغله بتاعتي بسهوله جدا مفيش اي مشكله. عايز ارجع اركبها تاني هروح جاي حاططها هنا كده اهو في مكانها، وبعد كده ادوس على الزرار بتاع قفل الفايس اهو اهو بالطريقه دي، هلاقي منه بعد كده ما اقدرش احرك الايه الورك بيس بتاعتي، خلاص هي كده ثبتت في مكانها مفيش اي مشكله. بعد كده عندي الزرين دول بتوع تحريك الايه طول المجازين من ورا اهو، انا لو جيت دلوقتي حركت دي كده اهو، بس طبعا المفروض ان الاول هفتح المكان كده اهو، اقدر احرك التول ماجازين بتاعتي في الاتجاه ده، والزرار اللي جنبه اللي اقدر احركه في الاتجاه العكسي بالطريقه دي اهو. يعني مثلا دلوقتي انا عايز اجيب على الوضع بتاع العده رقم 4، يبقى انا كده واقف على العده رقم ايه؟ رقم 4. طبعا عشان اقدر احرك التول ماجازين الزرارين دول كده لازم الاول اجيب المفتاح ده على وضع ايه مانيوال كده تمام، لازم اجيب الاتجاه بتاع المفتاح ده على وضع مانيوال، بعد كده هرجع تاني على وضع اوتوماتيك الطريقه دي. هاجي بعد كده الاقي المفتاح اللي تحتيهم اللي هو الزرار ده مكتوب عليه اللي هو علامه الحنفيه ده بتاع الكولن اللي هو سائل التبريد، لو انا دوست عليه كده هلاقي ان انا شغال لسائل التبريد بالطريقه دي كده اهو مفيش اي مشكله، لو دوست عليه تاني هلاقي ان ايه وقفت سير التبريد عن الشغل الافتراضي. الزرار اللي جنبه ده تغيير العده عن طريق برضه لازم يكون ايه على وضع جوب، يبقى دلوقتي يا جماعه عشان اغير العده عن طريق الزرار دوت لازم يكون على وضع جوب، وفي نفس الوقت لازم ارجع برضه المفتاح دوت على ايه على وضع مانيوال بالطريقه دي كده اهو. وهاجي بعد كده واجي بعد كده اغير الزرار ده كده اهو، هلاقي ان هو ايه فعلا غير العده بالطريقه دي. عايز اغير عده تاني اهو هدوس على الزرار تاني اهو بالطريقه دي كده اهو،
يبقى غير لي العده تاني بالطريقه دي. بعد كده الزرارين دول بتاع اوزيلي درايف اون واوف، ان انا عايز اشغل اوزيلي درايف اون واشغل واقفل اوزيلي درايف اوف. طب ايه الاوزيلي درايف ده؟ الاوزيلي درايف ده هو الدرايف الرئيسي او الموتور الرئيسي بتاع المكنه اللي بيشغل بيها كل الايه المحاور دي. طبعا هو هنا مديني رساله ان انا ترن كي سويتش، يبقى انا لازم اغير السويتش دوت اخليه ايه، اخليه على ولا على اوتوماتيك. بعد كده البكره دي اللي بقدر احكم فيها في الفيد، لو انا مثلا بشغل السبندل او الجوك او على اي وضع ان انا بقدر اتحرك بتحكم في النسبه المويه بتاعت الفيد، اهو الفيد اهي الولاد واقفه على كام؟ على 75%. لو اتحركت كده اه وصلتها 100%. طب اقصى حاجه ليها كام؟ اقصى حاجه ليها 120% زي الايه؟ زي السبيد بالظبط. واقل حاجه اللي هي 0%. يبقى انا دلوقتي لو جيت مثلا هحرك المحاور كده اهو مثلا في اتجاه الاكس اهو، لو قللت السرعه هلاقي السرعه قلت معايا اهو وهكذا. طب في الزد كده بتقل معايا اهي، او انا بزود وهكذا، او في الواي مثلا اهو اهو قللتها وزودتها براحتي مفيش اي مشكله. يبقى ده كده ايه الزرار دوت بتاع النسبه، ان انا اقلل او ازود النسبه المئويه بتاعت ايه الفيد بتاعتي اللي هو في اثناء تحريك المحاور. هلاقي هنا برضه عندي الزرار دوت بتاع ان انا عايز افك، لو عايز افك العده بتاعتي عشان اركب عده مكانها، او عايز اغير مثلا اللون بتاعتها او اي حاجه. الزرار ده يا جماعه هو فصل الهواء عن العده بتاعتها. طبعا هنا ان انا العده دي يا جماعه بتبقى راكبه في مكانها عن طريق النيوماتيك. فلو انا دوست على الزرار ده كده هلاقي ان هي طبعا هو بيبقى ليها وضع معين. لازم اكون جايب المثال على وضع اللي هو مانيوال. بعد كده لو دوست على الزرار ده هلاقي ان العده بقت اتفصلت معايا وساكن المكان. عايز مثلا انا اعمل فيها اي حاجه، او اجيب عده مكانها اركبها مكانها، او اي حاجه عايز اعملها في العده وعايز اركبها تاني اروح حاططها في مكانها مظبوط، ورديت على الزرار ده تاني هتلاقي ان هو ايه الرجل في مكانها تاني، اتعمل لها لوك يعني. طبعا المكان دوت مكان ان انا لو عايز اركب فلاشه احط اي مثلا برنامج، كتبت مثلا برنامج على احد اجهزه الكمبيوتر ديت، وعايز اجيبه مثلا احطه على المكنه هنا عن طريق اليو اس بي ديت. المفتاح اللي مكتوب عليه حرف تي دوت في منه واحد هنا وفي منه واحد في جنب المكنه من هنا كده، دوت علشان اقدر افتح منه الباب بتاع المكنه. يعني لو قفلت باب المكنه كده اهو، لو دوست لازم لو جيت افتح الباب مش هيفتح معايا، لازم ادوس الاول على زرار بتاع السي ده واسمع اللوك بتاع الباب وافتح هيفتح معايا بالطريقه دي كده اهو، واقفل مفيش اي مشكله. لو جيت افتح تاني مش هيفتح معايا، لازم ادوس على الزرار ده كده اهو عشان يفتح معايا بالطريقه دي اهو. كده احنا خلصنا التوبيك بتاع اللي هو الفانكشن بتاعت اوف اتش كي جروب اوف ذا ماشين كنترول. نيجي بقى على الستيب اللي بعدها اللي هي جوب موشن، واحنا ديت شرحناها اثناء التشغيل، ان انا لو عايز احرك المحاور في على وضع الجوب. طبعا انا اول حاجه بجيب يعني الرايت ريزيفت، الخطوات بتاعتي ان اول حاجه بعمل ايه؟ اول حاجه بجيب وضع جوب تمام؟ تاني حاجه ان انا باجي على المحور اللي انا عايز احركه سواء اكس او واي او زد او حتى محور ايه، وابتدي احركه. طبعا ان انا ببقى اخد بالي الاول من ايه؟ من الفيد هنا، وابتدي احرك مثلا في اتجاه الاكس موجب او سالب، بعد كده اتجاه الواي موجب او سالب، بعد كده اتجاه الزد موجب او سالب، او اتجاه الايه موجب او سالب بالطريقه دي كده اهو. يبقى ده كده تاني توبيك اللي هو رايت ستيبس تو يوز ذا روب موشن ان ديفرنت اكسس.